بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا لك على الفرصة. أولا أنا دار أعرف عنوان اعتصموا بحبل الله جميعا، صح؟ اعتصموا بكتاب والسنة، كويس؟ في هذه واخي نمسك منه خلي من كويس. لو سلمنا جدا للسلفية، أصل الآن دواخي في كم سلفية؟ أنصار السنة يقولوا سلفيين، صح؟ جميع كتاب والسنة يقولوا سلفيين، صح؟ وانت تقولوا سلفيين كويس. ها سلفيه ده شنو؟ نفس زمان اخلي بين اي زول في قريب سته سلفيين، صح؟ الساهو ينو كويس. انتوا اصلا قبل سنه سنتين انتوا اثروا سنه، ليه انقسمتوا لو كان سلفيه يعني منهج صحيح انفصلتوا ليه؟ انفصلتوا شنو؟ كويس. تدعوني للترك جماعات، صح؟ دي برضه جماعات اصلي اتباعكم ده مع جماعات، صح؟ يعني الجماعة دي شنو أصلاً؟ ثلاث نفر يجتمعوا على أمر واحد، هذه دي الجماعة. لا تحسبن كل الناس على خطأ وأنت على الصحيح، ربما الصحيح يأتي بأبواب كسر. شكراً لإليك الزمن. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه جمع الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نتمنى من الاخ انه ان شاء الله حنفتح لك فرصه بعد الصلاه ان شاء الله، بس لانه الزمن ضيق فممكن تواصل بعد الصلاه. طيب السؤال الاول قال ما هي السلفيه؟ السلفيه هي نسبه الى السلف الصالح، وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن سار على نهجهم واتبع هداهم. والسلفيه لها مؤلفاتها، والسلفية باختصار تعني الإسلام خاليا من الشوائب ومن البدع ومن الضلالات. يعني الآن لو زول قال لك عرف نفسك، أنت قلت أنا مسلم. طيب مسلم، في مسلمين بينادوا غير الله، في مسلمين بيطوفوا بالقبور، في مسلمين بينبذوا الصحابة، في مسلمين بيطعنوا في القرآن، في مسلمين بيطعنوا في الأنبياء، في مسلمين بينكروا مثلا استواء الله عز وجل على عرشه، وهكذا. فانت يا مسلم، في مسلمين بينكروا عذاب القبر وبينكروا نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، وبيقولوا النصارى واليهود ما كفار، والى اخر من الضلالات الموجوده من الكفريات ومن غير الكفريات. فانت عشان تقول لي انا المسلم ما بسب الصحابه، ما بطعن في الانبياء، ما بطعن في القران، وما بنكر عذاب القبر، وما بقول عيسى ما نازل، وما بطعن في احاديث الرسول، وما بقبل خبر الاحاد الى اخر. العلماء قال لك قول انا سلفي. فالسلفيه نسبه الى السلف الذين هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك في حديث معاويه وابي هريره وغيرهما رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وده فيه جواب على سؤالك، أنت قلت ليه الناس بتفترق؟ أنا بجاوب لك. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فزي ما ينقل عن ويروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف اهله. فهمت؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال لك: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حتلقى لسه خلافات ثانيه كثيره، انصار سنه حيشققوا، يمكن نحن ذاتنا ثاني نشقق الى اخر. طيب ما في مرجع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. انت عندك مرجع. الان انت عندك في الحاسوب مراجع، عندك في الرياضيات مراجع، عندك في الإنجليزي مراجع، في الدين ما عندك مرجعية؟ في الدين ما عندك مرجعية؟ عرفتها؟ فعندك. فالمنهج السلفي والمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكون الإنسان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير من الفهم ده فهم باطل، فهم الترابي فهم باطل، فهم الصادق المهدي فهم باطل، فهم العلمانيين فهم باطل وبوديك جهنم. فهمت؟ فهم غير من الأخوان المسلمين فهم باطل.
وعندنا أدلة كثيرة على مسألة السلفية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة لفاطمة رضي الله عنها قال: فإنه نعم السلف أنا لك، فإنه نعم السلف أنا لك. والاعتصام بما كان عليه الصحابة في والحديث ده وغيره من الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لا ابن أم عبد. فهمت؟ ربنا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ربنا رضى عن الصحابة في كل أمورهم، ولذلك أي دين ما كان عليه الصحابة ليس بدين. عشان كده الإمام مالك رحمه الله قال: فما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. فهمت؟ فإذا علمت ذلك، الآن الجماعات الموجودة دي خالفت الإسلام، خالفت الإسلام. تلقى الجماعة بتاعت الأخوان المسلمين، إن شاء الله نفصل لك بعد الصلاة، ناس بيسبوا الصحابة، شيخهم سيد قطب بيطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو صدقت قدر جبل أحد، مش صدقت يعني ناموسيات مثلا زي الآن الناس محتاجة، فهمت؟ وده برضو خير، لكن مش لو صدقت عيش أو تمر أو غيره من الأمور، صدقت ذهب، ذهب قدر جبل أحد بأطنان لا يعلم بوزنها إلا الله، ما بتحصل مد صحابي من الكفين من صحابي من تمر أو من عيش أو من كسرة ناشفة أو من غيره دفع بها الصحابي ابتغاء وجه الله، أو نص هذا المد وهو الكف، فهمت؟ ما بتحصله في الأجر، عرفت؟ ده بسبه سيد قطب. سيد قطب هنا بكفر المسلمين، كفر المسلمين كلهم. إن شاء الله أجي نقرأ لك كلام خطير جدا، وده باعتراف قيادات الإخوان المسلمين، وده المرق الفكر المرق منه داعش والجماعات التكفيرية والتفجيرية. جابين في الجريدة قبل أسبوع قالوا أصغر سوداني منتمي لداعش يموت قبل أسبوع أو أسبوعين، قريب ده عمره 17 سنة. تقال ده يتورط كيف؟ يتورط بكتب سيد قطب، ولد في الثانوي أظن سنة ثالثة المولارية غلبته، قال آخر نبقى مع ناس داعش ديل، مشى نط معهم مرق مات هناك، فيموت ميتة جاهلية. ما في أي جهات هناك في جهات كل شغل بتاع صبيان ولعب وتقتيل للمسلمين، واحد يقتل أمه يستدرج أمه يطعنه زي ما حصل في رمضان الفات في السعودية، واحدين يفجروا في بلاد المسلمين، واحدين يلقوا لهم أمريكي مطرف يقتلوه. ليس هذا من منهج الإسلام، وليس هذا هو الجهاد الذي أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نحن نتمنى أنه أسئلتك دي أسئلة كويسة، إن شاء الله نواصل بعد الصلاة إن شاء الله. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.